الشعب المصري، عند الشعب المصري. دعم الماسونية كان لجماعة الإخوان كان شكله إيه؟ مظاهره إيه؟ أكبر مظاهره ويمكن اللي حط كل أسس الفكر التكفيري وفكر الجهادي كان تلقفهم لسيد قطب. سيد قطب في سنة 37 كان شاب خريج آداب دار علوم، شاب مصري من أسيوط عادي خالص ما فيهوش حاجة، ويمكن كان تفكيره متجه إلى الأفكار اليسارية والأكثر شططا في اليسار. كتب مقال ساعتها في الأهرام في سنة 37 كان بيدعو إلى إباحة العري في المجتمع، وإن ليه ما نبقاش زي المجتمعات الأوروبية والغربية المتقدمة والمجتمعات دي هو ده شكلها. سنة 43 كتب سيد قطب كتاب مقال مهم جدا كان في مجلة التاج المصري، ومجلة التاج المصري دي مجلة كانت بتظهر في هذا التوقيت كانت تعبر عن المحفل الصهيوني المصري. المحفل الصهيوني المصري سيد قطب كتب فيها مقال اتكلم فيه على لماذا صرت ماسونيا وايه العوامل اللي خليته تبقى ماسوني، ومجد فيها في الافكار الماسونيه وافكار الاخاء والمساواه ومحبه الناس وعدم التحزب وعدم الانتماء للوطن. يعني هو اعترف صراحه بانه كان ماسوني الفكر. أيوه والهوى. أيوه المقال موجود في مجله التاج المصري. لماذا اصبحت ماسونيا؟ لماذا اصبحت ماسونيا؟ وفي المقال ده عدد مزايا الماسونيه الكبيره، وازاي ان الافكار الماسونيه هي الافكار التي تحمل الخير للعالم، وازاي ان احنا ممكن ان احنا نكون نعيش في عالم متساوي وعالم تسوده المحبه والود والاخاء. عند النقطه دي يمكن تلقفته الماسونيه العالميه، وكانت الزياره الفرقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1950 لسيد قطب. وفي الزيارة دي يتصور أن سيد قطب مد بكل الأفكار التي تسير عليها الجماعة إلى هذا اليوم من التقية والمظلومية والتكفير والجهاد. التقية والتكفيرية والتكفير المظلومية اللي هي مظلومية الجماعة زي مظلومية رابعة كده، زي مظلومية ان هم ما خدوش حاجة قتلونا واحنا بنصلي يا بيه على مدار حياتهم، وهم في النهاية تكتشف ان هم معاهم افراد معاهم 60 مليار ومؤسسات وشركات معاها 300 مليار. يعني انت بتتكلمي على جماعة تمارس الزيف وتمارس الخداع على طول الخط. فكتب سيد قطب اهم كتابين عملهم اللي هم معالم في الطريق وفي ظلال القرآن، والكتابين دول حملوا كل الأفكار اللي الماسونية قدرت تديها له وقدرت توصلها له، بحيث أن يكون هذا التنظيم الشوكة في ظهر هذا الوطن وتستمر هذه الأفكار على مدار الحياة. هل الأفكار دي بتتطور؟ جامدة جدا. لكن في أساس ثابت. في اساس ثابت زي في محاولات زرع الفتن، وزي ما حضرتك قلت ما نجحناش نعمل فتنه من مسلم ومسيحي في مصر ندخل على النسيج المسلم نفسه. ده ممكن يتطور، لكن في ثوابت برضو. طبعا عندهم ثوابت رئيسيه. يعني هتلاقي حضرتك ان هو كل الكتابات وكل التنظيمات اللي خرجت في فترات السبعينيات والثمانينيات اللي احنا عرفناها في مصر، وكان دايما بيقولوا لا دي تنظيمات مختلفة عن تنظيم الاخوان وافكارها مختلفة عن تنظيم الاخوان، لان انا حريص انه يبقى تنظيم مش جماعة. على فكرة جماعة 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 شوية هنديهم الصورة اللي هم عايزينها عن نفسهم، هم تنظيم ارهابي. تنظيم ارهابي حقيقي، ولما بنقول تنظيم ارهابي هم بيتوجعوا. يعني كلمة تنظيم ارهابي دي بتوجعهم جدا، لان هم بيبقوا عارفين ان هم هذا التنظيم الذي سفك دماء المصريين وجرائمه في حق المصريين ممتدة منذ لحظة تأسيسه، مش من لحظة تأسيسه بقى، لحظة تأسيسه زي ما بقول لحضرتك كده والد حسن البنا اللي هو أحمد عبد الرحمن السعاتي، وهو إدى حسن ابنه في هذا التوقيت لقب السعاتي برضه، وفضل مشهور بيه لغاية بداية الأربعينيات.
لما كتب في مجلة النزير في بعد تأسيس الجماعة بفترة بسيطة جدا، كان أول عدد لمجلة النزير اللي هي كانت بتعبر عنهم أو بتحمل أفكارهم، حدد الإطار العام اللي هم يشتغلوا بيه واللي هو شبيه جدا باللي بيحصل النهاردة، إنك أنت مفيش مشكلة عندك إنك أنت تبتدي تعمل في هذا المجتمع، تبتدي تتداخل في هذا المجتمع، أن تعمل في المناطق التي لا تصل إليها يعني خدمات الدولة، أن تكون بديلا للدولة، طبعا في التوقيت ده كانت المملكة، أنك أنت تقدم المساعدات، تقدم الخدمات، تقدم الهبات، تساعد على التوظيف، أنك أنت لازم تتزاوج، وأن ده يكون في إطار الجماعة والتنظيم. طب بس ممكن أقول لك على حاجة هنا يا أستاذ أحمد، نتكلم بصراحة مع بعض، في ناس برضو ممكن تقول لك إيه، هم تنظيم إرهابي، هم كذا هم كذا، بس في النهاية على الأرض عاملين جمعيات، عاملين وحدات صحية وبيعالجوا الناس ببلاش، عاملين مش عارفة مكاتب إيه وبيدوا خدمات إيه للناس. يعني عايزة بس أوضح الجزئية دي بحيث إنه اللي بيتابعنا دلوقتي لو هو حتى مش على المستوى الفكري إنه يقدر يستوعب البعد الكامل للتنظيم الدولي وإنه شراني وإنه ما بيعملش حاجة لله وإنه كل حاجة وراها هدف، بس على الأقل يبقى فاهم كده على الأرض إنه الحاجات اللي بيعملها دي الإخوان، الحاجات اللي بتعملها اللي تبدو إنها حاجات خيرية من أجل يعني رضا الله سبحانه وتعالى عنه فقط لا غير وملوش فيها مصلحة، لأ في حاجات تانية وفي أهداف تانية ورا الكلام ده، ورا الوحدة الصحية ومركز الطبي والزيت والسكر يعني. بالظبط، هو ده اللي اتكتب في النزير، إنك أنت إزاي تدخل المجتمع، إزاي تقدم نفسك باعتبارك جماعة خيرية، إنك إزاي تقدم نفسك للمجتمع باعتبارك جماعة تحمل الخير، وانت في الاصل تنظيم تكفيري ارهابي، لان في نفس المقال اللي هو كان كاتبه ده كان بيحض اعضاء التنظيم ان انتوا هتعملوا كل ده للمجتمع. والله المجتمع استجاب، انا بتكلم باللغة البسيطة، والله لو المجتمع استجاب خير وبركة، المجتمع ده ما استجابش اجهزوا يا جنود الدين الاخواني، اجهزوا يا جنود الدين الاخواني لكي تحملوا السلاح ولكي تقتصوا من هذا المجتمع الكافر. لما تشوفي السيناريو ده وتطبقيه على الفترة بعد خروج المصريين العظيم في 30 يونيو، انت هتقدر تشوفي المشهد ده كما لو كنت عايشاه في الكتابات الاولى ليهم. هو ده اللي حصل. كوبي بيست. هو حاول ان بس هو باختلاف الظروف شوية. بالظبط.